عصام الحضري، وها هو حكم اللقاء الجنبي بكاري جوله، اديله 8-19 سنين يدير لقاء اليوم. نكمل مع بعض تشكيلنا في حراسة المرمى. شمال عايز يلمه يرفع عبد الشافي، ياخدها مرة تانية في الشمال، عايز يعدي لكن يضغط عليه بمنتهى القوة، نقلة والتانية تطلع وتبقى رمي يضرب في رجله الثابتة، تروح على طول لروماريك اتو يطلعها بره وتبقى رمي التماس لصالح منتخب الوفد. طبعا طبعا رمضان عايز يعدي رمضان ما بين رجله، تبقى اجمل بكتير جدا. 3 كورنرز لمنتخبنا، وادي صغيرة والعرضية يلم كورته، ضغط الراجل قفل عليه المساحات طويلة أطول من اللازم، عايز أخدها محمد صلاح وكان ضاغط، تطلع وتبقى رمية تماس لمنتخبنا من ناحية اليمين على روماريك إتو الباك اليمين ده، ياخدها في مساحة ويجري بيها صالح جمعة بيدور على التسقيطة، يا ولد يا لعيب خش خش خش، لكن يا سلام روماريك إتو الباك اليمين دخل وطلعها بره، تبقى ضربة ركنية لمنتخبنا من ناحية اليمين. بدأ صالح جمعة يشتغل، يا ولد يا لعيب تسقيطة حلوة قوي 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 قوي، لكن روماريك دخل في الوقت المناسب وتبقى ضربة ركنية. بص اللمسة، أيوة كده أيوة كده، صالح كان بادي محطوط شوية لكن بدأ يدور على رمضان، استلام من رمضان، رمضان عملها مش حلو مش حلو يا رمضان، استلم واشتغل أنت يا رمضان، ده أنت لعيب كرة عالي، استلم واشتغل. رامي ربيعة، استلام من رامي، أي حاجة كده يا رامي، دي أي حاجة، تتقطع لروماريك إتو طويلة في مساحة ناحية اليمين. الهجمة لصالح منتخب الكونغو، عامل مباراة في منتهى القوة علينا النهاردة، عامل مباراة صعبة جدا على منتخب صلاح، طبعا عارفينه وحافظينه ده أكيد. استلام على وسط الملعب، فينك يا رمضان فينك يا رمضان، هل محتاج لاعب تاني بنوعية مختلفة عن حد من اللي في الملعب؟ اختيارات احمد حسن كوكا، برافو يا كوكا، يطلعها لصلاح، عايز ينطلق صلاح من ناحيه اليمين، مضغوط عليه بفاول على صلاح، وضربه حره مباشره لصالح الكونغو من ناحيه اليمين. صلاح بيقول انا ما عملتلوش حاجه، لكن من عندي هنا اعتقد ان هو شده، لا ده الراجل هو اللي حاطط دراعه، الراجل هو اللي حاطط دراعه. ضربه حره بيتحرك بفوما رقم 13 قلب الهجوم عندهم، حقهم طويلة لرمضان، لم الأول لم الأول لم الأول، مش ظهره ما يمكن، رمضان يلعبها صغيرة داخل جوه عبد الشافي، عايز ياخدها لكن على الأرض شوية يمين، مستلم على الأرض يلعب مرة تانية لعبد الشافي، بص الدنيا مقفلة ازاي، مقفلة جدا الدنيا مقفلة. من ناحية الشمال بدأ الاستعجال يبان، مش عايزين استعجال برضه، حلوة لصلاح، صلاح عايز يلم كورته ويعدي لكن يضغط عليه، حط جسمه حلو جدا جدا جدا، ورمي التماس لصالح الكونغو من ناحيه يمين روماريك إتو اللي في الصوره ده، بيستميتوا على كل كوره، بيستميتوا على كل شده واضحه، حلو الكلام حلو الكلام. طبعا إتو روماريك إتو ده انت شده يا راجل وجايبه من رقبته يا راجل، عايز ايه عايز ايه، وضربه حره مباشره لصالح منتخبنا من ناحيه شمال لنجم النجوم محمد صلاح، الورقه إتو ماشي، روماريك روماريك ارضيه من ناحيه الشمال، لا خلي بالك من الحاجات دي في الملعب، اوعى من الاندفاعات دي، نقله والثانيه، يا سلام يا سلام، في اليمين روماريك إتو، يا ساتر يا رب على يمينه، اوعى تضرب اوعى تضرب، حط جسمك حط، نقله والثانيه، برنس اونيانجي حطها لروماريك إتو، اقفل اقفل اقفل، حضري حضري، حرام 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 حرام، من نفس ما تحركش الحقيقه للامام، مش عايز احمله المسؤوليه، لكن ادي الكوره اشتغل بادي الطرف اللي هناك اللي بتكلم عليه، بص جاي هناك فاضي فاضي، الطرف اللي اتكلمنا عليه الطرف اللي اتكلمنا عليه، الطرف الشمال الطرف الشمال بيجي لوحده خالص اهو، لوحده خالص خالص خالص، هي كانت بعيد عن الحاضر عشان